تمام. انا عايز قبل ما تكمل عايزك تقول الو كده ونعرف مين مع بعضينا. الو، السلام عليكم. الو، الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. هو اللي قال الو الاول والسلام عليكم ده يعني مين معنا؟ الدكتورة اسماء مدحت. الدكتورة اسماء، اهلا بيكي، اهلا بحضرتك. شرفتينا. الدكتورة اسماء مدحت، انت اخت الشيخ احمد. ايوه انا اقصد. طب احكي لنا بقى اللي احنا مش عارفينه عنه، او هو كان بيعمل ايه، علشان مش عشان جاب 100%، هو اتكلم ان النجاح ما اشترطش ان 100%. بقى ايه اللي احنا اللي مش عارفينه عن الشيخ احمد اللي هو مش عايز يقوله قدام الكاميرا بقى؟ والله هو احمد من صغره يعني وهو عصبي مجتهد مثلا كده؟ ومتميز. لا خالص، احمد هادي جدا من صغره وهو متميز. من هو في ابتدائي وظهر عليه الذكاء يعني والنبوغ، يعني كان بيتكلم في حاجات اكبر من سنه، كان بيفهم في حاجات برضه كبيره عليه، فاحنا كنا بنستغربه. بتستغربوا ان هو مثلا مراجع؟ فدي طب ما دي حاجه كويسه برضو يا دكتوره. طبعا حاجه كويسه. انتوا بقى بما انك اخته والاسره، عملت ايه بقى مع احمد علشان خاطر؟ والله احنا كنا واثقين في احمد وفي قدراته، فكنا عايزين نساعده عشان نوصله لحلمه، عايزين نوصله لحاجه لوضعه المتميز. هو يستحق الصراحه ده. طيب كلمة برضو منك لكل أسرة تدعم أبنائها، لأن في أسر يعني، أو الكل طبعا حابب إن ابنه يتفوق، ولكن في أسر سايبة الطالب مع نفسه، إن قدمت لك في المدرسة ودفعت لك المصاريف وخد أدي الكتب أهي وذاكر. هل شايفة ده صح، وأنت عايش جوه أسرتكم تجربة طلعت نموذج زي أحمد ربنا كرمه ب100%؟ هل ده صح كله؟ اتفضلي. هو الناس بتبص دايما على النتيجة النهائية، المجموع النهائي، بس هو النجاح ده، وإن الواحد يوصل الأول أو يبقى من الأوائل وهو متميز، بيجي بعد يعني صبر ومذاكرة كتير، ولازم دعم من الأهل، يعني في عدة عوامل. في ناس كتيرة بتبقى شاطرة عندها إمكانيات ما بتقدرش توصل، فلازم برضو الأهل يقفوا جنب حابب الطالب تكلمها؟ يساعدوه، يوفروا له الجو المناسب للمذاكرة. انا بقول حاجه يعني ربنا يسامحنا عليها، هو بقول للشيخ احمد، انا بحب بس يعني اهدي النفوس، بقول للشيخ احمد حابب تكلم الدكتوره اختك اسماء، قال لي لا مش عارف تعبوني باين ولا ايه معه. ده حصل ولا لا يا دكتور؟ تعبتوه يعني؟ لا احنا ما تعبناهوش حاجه، احنا بنحب احمد جدا. ربنا ان شاء الله تعالى يعني زي ما بقول كده يعني يخليكم لبعض، وده اكيد ثمره صلاح والديكم. تحياتي يا دكتوره. شكرا حضرتك.